حنا دابا يا الخوت غادي دابا نمشيو نجيبو المطر من الفوريان، يعني المدة تاع 12 يوم هادي هو مشيت في الفوريان، يعني تجرجير سير لهنا جي لهنا، جيب الورقة من هنا دوز للمحكمة، ودابا حنا غادي ندخل للفوريان نجيبو المطر. يعني بين المطر غادي نلقاو مكرفس كما كتعرفو، المطر غي كيلوحوه كيجيبو كيلوحوه وكتخلص عليه باقي، يعني كل نهار ريح في تيبوانا في الفوريان يعني كتخلص عليه 10 دراهم النهار. بالنسبة أخوتي هذا هو الموتور، يعني جيت للفوري لقيته كامل ومشتت، يعني عامر غبرة مكرج مارس لي فران مارس لي السنيالات، هانتوما كيما كتشوفو هما المواطر تاع ولاد الشعب، يعني اللي جعل لاسورانج اللي جعل البيرمي اللي جعل البلاكا، هانتوما هاد السيتين باقي جديدة في ميكتا هاياك، يعني هانتوما كتشوفو أصحاب البلايك. انتم اخوتي تطلت المواطر دابا، الطويلة تعدوا بالرب الله خرجناهم من الفوريان، خرجناهم على البلاكه ماشي على لاسونس، هذا كلشي كاين. انت شو الموتور راه انت الفرق لقيتو من الرس. بالنسبه كما كتشوف هذا الفيديو هذا في 2019، يعني فين كنت باغي نقاد البلاكه وكانوا داو لي الموتور بالنسبه على البلاكه، وكاين الناس اللي كيعانيو من هذا البلاصه تاع البلاكه كيبيهم شي يقادهم، كيقول لي راه محبوسين في السيستيم، باش كتمشي كتقول عطيني شي ورقه باش انني ندور، كيقول لك لا. يعني كما كتشوفوا هنا في 2019 جمعت الاوراق باش انني نقد البلاكه للموتور، يعني من 2019 حتى لدابا وباقي ما قديتها. كما كتشوفوا هادو هما الاوراق، يعني كارت غريز وداك الشيء اللي خاص باش انك تدفع البلاكه. كما كتشوفوا درت فوتوكوبي لا كارت، فوتوكوبي كارت غريز، هنا الملف تاع الدراجه الناريه. كما كتشوفوا هنا انا قدام سيرفيس ديميل، يعني البلاصه فين غادي ندفع البلاكه. فاش دخلت عندهم قال لك لا راه محبوس، يعني محبوسين هاد المواطر الكبار، قال لك هاد البلاكه، قال لك تيدوزو الصغار عاد نجيو الكبار. وكاينين بزاف تاع الناس اللي واقعين في هاد المشكله هذا تاع البينيلي، يعني بالنسبه للبلاكه. والمشكل هو انهم كاينين شي دراري وشي ناس اللي كيمشيو تي يديروا بلاكه، يعني قبل مني ما كانش عندهم بلاكه وجاو يديروها، فاش كنمشي انا كيقول لك لا. ودازو ليام وانا ندخل عند المدير، يعني مدير تاع سيرفيس ديميل، قلت ليه راه كاينين شحال من واحد ديال البلاكه وحنا علاش لا، قال لك صور ليا البلايك تاع هادوك وجيبهم وانا نقاد لك البلاكه. بالنسبه انا فاش قديت، يعني فاش صورت ليا الدري اللي داير البلاكه، يعني وعندهم انا داير البلاكه اللي بيني لي، فاش عاود دخلت عند داك المدير قلت لي راه جيت دابا انا صورت لك دوك من يعني البنينات اللي فيهم بلاكه، ويقول لي انا ماشي شغلي هنا، قال لك سير ادعيني، قال لك انا هذا الموتور هذا حبسناه دابا غادي عام، يعني مؤخرا فاش مشيت عندهم قال لك عام، وانا من 2019 وانا كنمشي لعندهم. يعني بالنسبه لموتور بنيني، يعني انا شاري في المغرب ومخلص عليه فلوس باش شريته، وعندي البيرمي تاعي، عندي البلاكه تاعي، عندي لاسورانس تاعي، يعني وغادي السيرفيس ديال مدي لاني لاكارت على فيزيت، يعني من حق انه يدير لك البلاكه. يعني فاش كنمشي عندهم تيقول لك لا الموتور هادو محبوسين، وكتلقى اخرين شحال من واحد ديال البلاكه، وانت فاش كتمشي كيقول لك لا. يعني فاش كتشوف هذا الشيء راه يعني كتمرض. في الاخر شنو قال لي؟ قال لك خرج عليا، قال لك هذا الموتور هذا شي حرقو ولا شي لوحو، انا ما عندي ما ندير لك. بالنسبه للناس اللي كيعانيو من هذا البلان باقي ما قدو بلاكه ولا عندهم هذه المشكله هذه، خلوا لنا في كومونتير. وبالنسبه انا يعني البلاكه انا دفعت ليها يعني في 2019، يعني هذا القانون هذا اللي باقي ما فهمناه، يعني بحال كيقول لك غنديو لك هذا الموتور هذا بالقانون، يعني انت غادي تدي البلاكه، عندك بيرمي تاعك، عندك لاسورانس، وكتمشي لعندهم وكدير الورقه تاع لافيس، كيقول لك لا حابسينو، فاش كيشتك البوليس كيقول لك لا انت ما ديرش بلاكه، يعني بحال بيديو لك بالقانون. وبالنسبه لاخر مره مشيت عندهم يعني في 2020 شهر جوج، فاش مشيت عندهم قال لك راه حبسناهم هادي عام، كنقول لهم انا راه من 2019 كنجي عندكم، قال لك راه حنا حابسينو. المهم قال لك حنا اللي جهدك كتير، وسير تعينا، سير عندك زيارات تجهيز الناقل، سير فين ما عجبك. ونتمنى انه يبارطاج هذا الفيديو هذا باش بزاف تاع الناس نشوفوا المشكل تاع هذا الموتر هادو، واللي عنده نفس المشكل يحط لنا في كومونتير.